السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود صلاح من قناة المحترف السوداني. اليوم جئت لكم بطريقة سحرية لتسريع الإنترنت. هي الطريقة اللي بتوصي بها شركات الاتصالات عشان لكن الناس ما قاعد يشتغلوا بها كويس، لأنه الناس بيظبطوا في حاجة في الضبط، الناس بيعملوها غلط مع انها بتكون غلط، عشان كده الناس بيشتكوا من الانترنت البطيء. طبعا لها طريقات مريحة تمشي في السودان، بس ما بتكون برا. اذا انت شبكتك سوداني او زين او ام تي ان فتابع هذا الدرس، واذا انت شبكتك برا السودان، ما انا اصلا سوداني بس ما يعني في السودان بس. طيب، اول حاجة نعمل شنو؟ ندخل للضبط الضبط، وتاني حاجة ننزل هنا شبكات المحمول. تالت حاجة، الحاجة المهمة دي، ها عندي أسماء نقاط الوصول، مش عندي أسماء نقاط الوصول. يلا، انت أحيانا الناس بيكون عاملينها، قلت لك بيكون عاملينها غلط. الطريقة الصحيحة عليها هسه حوريكم، لسوداني وزين وامتين. طيب، نقوم نعمل إضافة. يلا، أنا هو نبدأ بسوداني. الاسم، الله ركز معي، تكتب أول حاجة تعمل بالكابيتال، أول حرف ده يكون بالكابيتال، SUDANI، سوداني فاصلة، وتاني برضو الأول حرف يكون بالكابيتال، إنترنت. فهمت كيف؟ نعيده تاني، أول حرف يكون بالكابيتال SUDANI، باقي الحروف تكون بالسمول. ويلا، بعد فاصل تاني، اول حرف يكون بالكابيتال، بس اول حرف، باقي الحروف دي تكون بالسمول، مش كده صح؟ يلا، بعد داك تعمل موافق. APN، APN ده تكتب انترنت بالسمول، انترنت بالسمول، وبعد داك تعمل لا حفظ، وكده اسم النقاط يكون ظبط معاك. يلا، عشان يظبط معاك 100 100، تقوم تقفل التلفون، تخلوه 5 دقايق كده وتفتحوا، الشبكة بتظبط معاك 100 100. نجي ل MTN. طيب، نشيل اللي برا او خليها. نجي ل MTN، لو عملنا اضافة MTN، تجي برضو نفس الحكاية، اول حرف يكون بالكابيتال، لا لا، MTN دي كلها تكون بالكابيتال، شايفين MTN. يلا، سودان، اس الاس دي تكون بالكابيتال، والباقي سمول. MTN سودان برضو الانترنت، الاي بالكابيتال والباقي بالسمول. فهمت كيف؟ MTN بالكابيتال، سودان الاس بالكابيتال، انترنت الاي بالكابيتال، وتعمل عليها حفظ. والاي بي ان برضو انترنت بالسمول، ما يكون بالكابيتال، تعمل عليها حفظ، بتكون زبطت معاك. برضو تكفي التلفون وتفتح، زي انت شريحتك امتين يعني. السنة عندي هنا سوداني وامتين امتين، واذا شريحتك زين برضو، ما برضو يعني الطريقة دي بتنجح معاه، تعمل اسم نقاط جديد وتكتب زين الزد بالكابيتال، سودان برضو الاس بالكابيتال، انترنت الاي بالكابيتال. زين الزد بالكابيتال، سودان الاس بالكابيتال، انترنت الاي بالكابيتال. الباقي ده كله اسمه، يعني اول حرف من هنا واول حرف من هنا واول حرف من هنا بالكابيتال. الاي بي ان تكتب انترنت بالسمول، اصلا هو كله انترنت، الباقي ده ما تشتغل به، باقي الكلام ده كله ما تشتغل به، ده كله ما تشتغل به، تعمل على حفظ وتكفي التلفون وتفتحه. دي اصلا دي الـ 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 الاسماء اللي عملتها الشركات، يعني دي هل بتجيب لك اقوى سرعه من الانترنت. لكن اذا انت عملتها بطريقة غلط، النت بيكون معاك ضعيف.
لانه انت ما ظبطت سميح، بس ده الضابط بتاع الشبكة الصح. وشوفوا الفريق وروني في التعليقات، والقاكم في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء.